والان وصلنا المربط ونقول على مين؟ نجم. على قمره. قمره؟ نسيتوها؟ ايه تملاج نقاطع هذا. يا ما شاء الله يا ما شاء الله ولدك. يا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله رحمه يبا طاح صح؟ مشيناتها كده نعطيه طاح طاح ايش الله مهره ولا مهره ما شاء الله تبارك الرحمن شوف قلب ما شاء الله تبارك الرحمن قلب يا مهره ولا مهره يا ما شاء الله يا ما شاء الله مهر مهر ما شاء الله الله ما شاء الله تبارك الرحمن ليه قلبك يا حليل ويا زوين يا نادر على قلبي يا رجال ايه شوفتها في احد قال تعال يا هلال ابوي هذا ايش اول شيء نستكشف علاقتها يو ما كلتها شوف حتى البرسي ابوي شكل شكل هذا يقول حاط كلب على وجهه قلب الله لك تهوي للتهوي باش 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 تعال حتى هي سامحه سامحه كسرت الدنيا قدرت سامحه برا ما شاء الله لا انتبه لا لا تسقلك تعال تعال بس 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 نبي نعطيك علاجاتك بس نعطيك علاجاتك تعال يا ولد يا ما شاء الله يا ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله شيله الله ما شاء الله ما شاء الله تعال اطلع اطلع وخرنا تعال تعال غير انا امسكها لك لا تعال لا خلاص وده ودع وتعال ابغاك ايوه يلا يلا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله يلا سريع لا عشان في دواء انا بودي ودي حط مصل حط مصل حط مصل طيب ما انا عارف عارف حط مصل هلال حط مصل وتعال شوف لو انك ركبت لو تركب شفت كيف مفلله طاقه الخيل عشان مبطي ما طلعت يلا روح روح جوا روح روح يلا يلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله السلام ما تقدر ما تقدر متواجدين في المربط ما شاء الله اليوم ما ادري امس من قبل ولدت البارح ولدت قمره ما شاء الله تبارك الرحمن مهر والصبح 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 قلب اما لو انه ما يتغير لونه وتصير الصبحه قلب يا ما شاء الله تبارك الرحمن اللي هي هذه يقولوا لها نجمه صبحه شوف ما شاء الله تبارك الرحمن جاي قلب ما شاء الله تبارك الرحمن يا ما شاء الله يا ما شاء الله مش الله مش الله تبارك الرحمن يا رب بارك يا الله الان بنعطيها منظف ومضاد حيوي بنسلين نحاول نعطيها ملقطها افضل ان شاء الله الامور هذا تمام هلا يلا اعطني العنب عفوا اعطني المقود ايه بسم الله بسم الله ايوه ايش جالسين تسوون؟ بدك تركب ايوه بدك تستانس جهز الدينار يعني نركب انا وياك ايوه يلا انتبه لزباله الخيل وراك لا تطاهر ايه يلا زبط اموره طب يلا حتى تضبط امورك ناكل. بالله اي والله والله اني ماني بالحيل لازم ناكل عطنا على وجهك
هذيك. لا ليش تحط البرسيم بالارض؟ زعلت منك. هلا ليش تحط برسيم بالارض؟ انا ايه انا ركب انا لا اتكلم ولا ما في انا 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 ركب بالله انا ايوه هذا ما في كويس هذا 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 لا 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 هذا حمام هذا كله شيء نوايا حبيبي طلاف برسيم فوق بس خلاص برسيم فوق على طول ايوه برسيم فوق بتاله بستاذن منك بتاله ايه ابى اطلع وليد بطلع شوية بس بالله تكمل نص ساعة بس ها ساعة طيب بس ساعة بس ساعة اروح لعشان هذا تحت العصابة اروح حوم فيه وارجع تكمل طالبينك حنا طالبينك يا ولد هتزعلنا ليش الكلام ده طيب ها ويش سعد بيطلع يبغى يطلع معي يا مسلم يا 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 لا وبعدين وبعدين ترى اسمع وبعدين ترى لا 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 تعال 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 بسولف معك هنا تعال تعال المتابعين رحنا المتابعين كلهم يسألون عنك كلهم يسألون عنك وين بتال وين بتال بتال احنا زعلانين احنا زعلانين بتال ما نشوفه احنا زعلانين احنا زعلانين فانت انت الحين يعني تطلع نفسك بصوره ما كويسه يقول هذا ما يسمح لابوه ما يستأذن لابوه ما وفي شيء ثاني اسمع وفي شيء ثاني في شيء ثاني ايش الشيء الثاني انك انت تقول المتابعين زعلان انت منهم ليش انهم ما يفرقون بينك وبين مين بينك وبين رعد طيب علمهم انت فهمهم قول رعد كذا وانا كذا انا صغير هذا رعد كبير ايوه اكبر مني طيب وشعره بني وانت شعرك اسود وشكلك زي شكله؟ شعري؟ لا شعره. الشكل وشكل الوجه زيه؟ ولا مو زيه؟ مو زيه ايوه يعني هذه الفروق لازم يفهمونها متابعين صح؟ لازم يا متابعين ما تزعلون علينا بتال اهم شيء بتال ما يزعل طب انت الحين سامح لي؟ يلا بس نص ساعة بس بس نص ساعة أنا طالبك لا أنا طالبك كل يوم طالع 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 أنا طالبك إنك بس اسمع طالبك ترى عيب الولد الأبو يطلب ولده أنا طالبك بس طالبك بس نص ساعة بس نص ساعة ما تقول شيء تكفى بس تشتري لي شريحتي وشي شريحة اثنين الله يا كبر شرهتس يا الناقة على الذي حط نسخني ايوه كذا لا 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 نفتح لك شبكة ونزبط امورك يلا خلاص موافق يا رجال قل موافق بس لا. انا طالبك انا طالبك يا مس انا طالبك والله عيب خلاص اذا يعني اسمع طب انت الحين ما انت راضي اني اطلع صح؟ ايه اجل انا اذا صرت في البيت ما اجيبك معي على الصبع خلاص انتهى انتهى خلاص اذا قدرت تجي ارجوك تعال ايه اقدر انا الحين خلاص عرفت اني لبعدين ما اجيبك معي هذا خالك السلام عليكم السلام الرحمة يا ولد نحس من دوامة يا سلام يا سلام أفائد سعد يا ما شاء الله تبارك الرحمن من المتعة طبعا بتال عشان ما عنده شيء يركبه في المربط ومزنخ علينا يقول ما تطلعون انت بيطلع سعد الحال يطلع بس انتبه ما تطلع المهم عوده كلهم بكوا هذا يبغى نطلع معه وبالتالي ما يبغاني اطلع
عود يا رجال بتالي يوم شاف انه زعلني قال يا ولد خلاص اطلع اطلع استانسوا. ما شاء الله ما شاء الله يا الوناسة. ما اجمل عليك بالعون يا وليدي، ما اجمل انك تطلع مع اولادك وتعيش معهم روح الصداقة والمحبة والاحترام. هذا توفيق الله سبحانه وتعالى، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. نسأل الله يصلح لنا ولكم يا رب العالمين. هلا ابوي. ما في ما في اي والله. بسم الله يا رب الديرة زائنة ان شاء الله تبارك الله. والله اني ما اقدر استرجي لك نعت. البطل بكافو كافو يا سعد. كافو ليش ما كملت؟ ليه ما كملت؟ خلاص عشان تعود هنا يوقف دائما. اذا جيت على الخيل لا توقف عند الخيل الواقفه، تعدى وارجع من جديد، عرفت؟ ان شاء الله. دائره حلوه هنا بس باقي على جنب اليمين. يلا هي يلا يلا امين يلا كهو كهو كهو. اليوم انا لازم اشوف اجره. يلا حرك وقف حرك وقف وقف. ايوه بطل بطل على رجلك. تبارك الرحمن. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد يا رب العالمين. هذا الذيب ميت طال عمرك وانت الله يريد وشري ذابح. شوف كيف الله شكل يا اكل سم يا جاي بلا مغزي. لا ما هو عكس الشعر. اسمع اسمع العك. طيب الحس ما هو عكس الشعر، الحس مع الشعر. اي اقوى اقوى طبعا. اي وخل شعر الشعر يطلع قوة طبعا عليكم. هذا اللي اجرب فيه مكينة. يا مال العافية بلي بلي حتى والله احس ما انفع فيه. يلا يلا بلا شيء واجد. واو ها ما شعر. يلا حس خلاص هذا بنغير. لا لا هنا لا بنغير مكانه برا، نغير مكانه برا ونحطك حيلان داخل. نحطك حيلان وين؟ نحطه في الغرفة. عشان ايش؟ عشان نبدأ مع الشغل الأرضي. تمامك حيلان؟ تمام. يتنسم مصالح سوى مساجد. حتى ان شاء الله.